بأنامل جزائرية مبدعة وخطوات أنيقة ثابتة، أحيت أمس الجمعية الثقافية الفنية إيكوزيوم أصالة وتراث مسابقة ملكة جمال اللباس التقليدي الجزائري لسنة 2022. هي فرصة لكل فتيات وفضليات وحسنوات الجزائر لكي يقدمنا صورة جميلة بأناقتهن، بإبداعاتهن، بجمالهن. لازم يكون عندها الهيئة، لازم تكون مثقفة ولازم تعرف تهدر. حاضرين لهنا جوستومون فور أنكوراج على اللباس التقليدي هذا، وماشي غير هنا في اطراف التريتوار ديال القبائلي بالشرق الغرب قسنطينة. السهرة حضرها ثلة من الوجوه المعروفة في الساحة الفنية على غرار الفنانة فريدة كريم وفرقة الرحابة التي هزت الصالة. الحفل شهد عروض أزياء تقليدية بلمسات عصرية مميزة تحاكي الثقافة والتراث الجزائري من مختلف ربوع الوطن. لقي استحساناً كبيراً من الحضور الذين عبروا بدورهم على ضرورة تعميم مثل هكذا مبادرات. من خلال المبادرة هذه راح نديروا دائماً الترويج للتراث التقليدي نتاعنا باش ما يتبحرش عبر الزمن. بما أن نخدموا الميك اب والشينيون كلش، احنا راح نكملوا اللباس التقليدي الجزائري. عندنا مصممات معنا ما شاء الله اليوم. وشي الجميل أن شباب اليوم فيه وعي، فيه رجوع إلى التاريخ خاصة في المحافل الرسمية إلا ونشوفوا اللباس التقليدي. كل ما يكون حاجة تراديسيونيل نحافظوا عليها مش ما نضيعوهاش. التظاهرة تعد فرصة للتعريف بالموروث الثقافي الذي تزخر به الجزائر، كما تساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وحمايتها من الزوال والإضمحلال.